وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهودها في مشروعات إدارة مياه الأمطار في محافظة الإسكندرية. وخلال مؤتمر صحفي عقده في ختام زيارته للإسكندرية، أكد مدبولي أن إدارة مياه الأمطار ستتم للاستفادة بها في مشروعات الدلتا الجديدة. السنة اللي فاتت احنا بدأنا تنفيذ منظومة متكاملة بننفذها النهاردة علشان نفصل الحقيقة شبكة الصرف الأمطار عن الصرف الصحي، عشان يبقى كده نقدر على طول بمجرد نزول الأمطار بنقدر نصرفها بصورة سريعة، والأهم إن احنا نبدأ توجيه هذه المياه، مياه الأمطار، إلى مناطق معينة لمجموعة من البحيرات والمصارف والترع اللي بعد كده هي داخلة معانا في مشروع الدلتا الجديدة. يعني بنستفيد من هذه المياه إن احنا بنوجهها إلى أماكن الترع والقنوات اللي بعد كده بتوجه إلى مشروع الدلتا الجديدة، وده مشروع عملاق طبعا كلنا بنتابعه كمشروع قومي للدولة المصرية. لكن اللي أنا عايز أقوله النهاردة إن الحمد لله الجزء اللي احنا نفذناه السنة اللي فاتت، وهم كانوا ثلاث مناطق تحديدا وبيمثلوا حوالي 12% من كمية المناطق أو كمية المياه الأمطار اللي كانت بتنزل على المناطق اللي دايما بيبقى فيها مشاكل، الحمد لله لما يعني اتنفذت بالكامل المواطن شعر تماما ان مفيش اي مشكلة، وابتدت فعلا الحمد لله المواطن السكندري يحس بالرضاء التام على ما تم تنفيذه.